عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم الفارس محمد الرحمن. سفينة حربية. أخذكم جولة داخل هاي تقريبا الخدمة تقريبا 50 سنة. هاي سفينة حربية. سفينة حربية يعني ما فيها ما يعني ما بد ما عليها طائرات. أما هاي البارجة الحربية. هاي بارجة حربية. هذا عم بيكون عليها طائرات وغيرها. ترى خليني أرجوكم صورة أوضح شوي. بارجة حربية تركت الخدمة تقريبا قبل 50 سنة تقريبا. خليني أخذكم على سفينة حربية قديمة كمان. هاي معلومات عن أنها خضر أحد الحروب وانضربت في أحد الحروب مع اليابانيين. طبعاً الهيستوري شانل عملت فيلم بخصوص هاي السفينة. هاي التور خليني أخذكم هيك تور بسرعة. جواها هنا الحمامات داخل السفينة الحربية. هاي نحط الآن أحد الأفلام داخل السفينة. A single 500-pound bomb hits the destroyer, jamming the rudder 26 degrees to port. The hull momentum jolted me strong. One hand the engines, محركات. هذا كيك شوفوا كبر السفينة ما أكبرها. هنا العلاج وقسم الأطباء. يعني غرفة الغسيل. هنا المطبخ. هنا هنا أحد الغرف. نحاول أشوف شو في تحت قبل ما نطلع فوق. هنا في مطبخ. هنا غرفة الجلوس وغرفة الأكل. هنا المحركات وما شابه. أتوقع أني ممكن أطلع فوق من هنا من الداخل. نشوف كيف نطلع فوق من هنا. نطلع فوق تشارتر روم هنا التسجيل. هذا احد الغرف. اتوقع كمان رادار غرفة الرادارات. ممكن نطلع فوق كمان. شوف ما أعلى صارت. خلينا نروح من الناحية الثانية إن شاء الله. هاي الغواصة اللي رحت عليها قبل شوي
هاي الدرجة الخلفية.